كل يوم تسمع خبر جديد، يوم بقولوا لك انه في الغام، يوم بقولوا لك في عنا مشكلة بالعمال، ما في عمال، ما حدا عارف شيء. يعني بنسمع من هالناس ما بيجيبوا لك قرار انه خلص انه فيه ومؤكد هذا الشيء، ما بيجيبوا لك خبر مؤكد، بقولوا لك ممكن. احنا ما بدنا ممكن. حتى اليوم سمعنا ان مبلش جرف بالمخيم، بس ما عارفين اذا صح ولا كذب، وما حدا بيجيب لك خبر انه مؤكد، كله بيكذب، ما بتعرف من الصادق ومن الكذب. بس اجمالا هون بضل يكذبوا علينا، وقعدتنا هون ما بعرف لامتى رح نضل نقعد، الله اعلم. ايش بقول سنتين، ايش بقول ثلاثة، ايش بقول خمسة، ايش بقول طول العمر رح نضل قاعدين هون، يعني ما عارف. ومشكلة المساعدات هاي اللي عم بتصير، زخ الكراتين والمصاري والفلوس اللي عم تنزل، كمان هاي عملت مشاكل كتير كبيرة عند الناس. صار في نوع من الاتكالية، انه خلاص انا ما عادش بدي اشتغل، يلا بكرة في اعاشي، بطعم الاولاد من الاعاشي، حليب، شوية رز، شوية سكر، مش مشكلة. يعني في مواضيع كتير مهمة رئيسية نسيناها، او مش نسيناها، تنسيناها. يعني موضوع عمار المخيم، موضوع المخيم، حتى يمكن لو جابوا كرتوني، شو فيها الكرتوني؟ ما فيها شيء، ما بصروا اكثر ما بيعطوا. والله. يعني شو بحطوا لك قنينة زيت؟ احيانا بتطلع مكسورة. حطوا لك كسرول، حطوا كيس فاصولي. بيضحكوا على العالم، والله بيضحكوا على العالم. بيعطوهم مسكنات بس عشان الناس تسكت، عشان الناس تنسى المخيم. وهن بالحقيقة مش عم بجيبوا اشي، يعني طول فترة الشتاء احرام ما اعطوا للعالم، الناس اللي نزلت على البركسات، يعني ما في شيء. يعني بيضحكوا على العالم بشقفة كرتون بس، بقولوا له انه عايشي. فيش مشروع مشترك، فيش شراكة ما بين المؤسسات بكيف يساعدوا العالم. مصاري عم تنزت بطريقة كتير عشوائية، عرفت كيف؟ وبتحس في نوع من ال فيش مصداقية كتير من الأحيان. ما بكون مقتنع بكتير مشاريع عم تتنفذ، يمكن لأنه عم تتنفذ بصورة مش مزبوطة، ما عم بستفيد منها كل الناس، ناس ناس لا. رجعنا لمسألة المحسوبيات والتمييز. عند المصاريف الانير، وعندها مصاريف كثير هائله، وعلى شيء فاضي، يعني على شيء فاضي عم تعطي الناس اجارات للبيوت. يعني من وقت ما بتحد، يعني هجرنا من النهر البارد، نزحنا لغايه اليوم، المصاريف اللي دفعتها الانير اجارات بيوت وهيك، عمرت فيها مخيم، مش مخيم، اثنين. بس هلا عم بتفكر الانير انه تريح حالها، انه تبني البركسات، ببطل في عندها اجار بيوت للناس برا، بتجيب الناس وبتسكنها بالمخيم مؤقت. بس مؤقت الى متى الله اعلم. بس بالنسبه للنهر البارد، ما بتوقع انه في انسان يقدر يفرط فيه بذره واحده، ولو مدمر. يعني بالنهايه اذا ما في اعمار، احنا بدنا نفوت عليه واحنا بدنا نعمره، ما ناطرين لا دول مانحه ولا ناطرين اي انسان يساعد. في نوع من الخوف عند الناس، انه صار في نسبة مخابرات، صار في نسبة عملاء داخل المخيم عملوا مع المخابرات وبياخذوا معلومات، عرفت شو؟ واحيانا بتحس انه عند الناس صار في عقدة، عرفت شو؟ انه خلص هذا واقع وانفرض علينا، لا فينا نغير ولا فينا نعمل شيء، فبتماشوا مع الواقع.
بعتقد ما بعرف في شيء بعد عند الناس ممكن يحركها، عرفت شو؟ بس بدك شيء يستفز الناس لتتحرك. على سبيل المثال مرة من فترة أشهر يعني كان في مظاهرة حاجدة بالمخيم، كان في غليان شعبي بنهر البارد لما استقبلوا الشهداء اللي تم تسليمه من قبل إسرائيل عن طريق مفاوضات غير مباشرة مع حزب الله. استقبلنا مجموعة من الشهداء بمخيم نهر البارد، الناس كلها طلعت على الشوارع، صغار كبار، اللي كانوا برا كمان اجوا، ومعظمهم اللي اجوا فاتوا على المخيم ما كانوش معهم تصريح أساسا بالوقت اللي كان في تجديد في حواجز، وبعد لليوم الحواجز، وكأنه مخيم نهر البارد قفص في شوية عصافير مكسورة جناحاتها. فبتحس انه الناس لما اجت كان في جوات الثورة، كان في غضب، غضب كتير قوي عند الناس. القصة ما قصة شهداء، قصة شهداء وقصة مخيم نهر البارد وقصة حالة نفسية وضغط نفسي عم نعيشه، خلص بدنا نفقع. قصة الدخول الناس على المقبرة القديمة لأول مرة بعد أزمة نهر البارد، إنه سمح الجيش للناس تفوت على المقبرة ونظفوها وزبطوها المؤسسات وبلشت الناس تستعد إنه تفوت، وصار كمان نفس النتيجة اللي حصلت بالمظاهرة، بس بعتقد على أقوى كمان. لما جينا على العيد نفوت على المقبرة، الجيش هون رفض إنه يفوت كله مع بعض، صاروا بدهم يفوتوا كل 4-5 مع بعض ويفتشوهن ليفوتوا. هون رفضوا العالم إنه هذا إسلال بذات حاله، نحن فايتين على مقبرة، يعني سلاح ما في وقوة معنا ما في، يعني عشو خايفين؟ ما يعني شافت عين المخيم مجرد من سلاح من كل شيء، يعني هاي أبسط حقوقنا إنه نفوت على التربة. وفي قبور منبوشة وفي قبور دعسنا عليها ومش عارفين انه قبر تحت. قامت هون العالم يعني جن جنونة وفاتوا اقتحموا بدهم يفوتوا دغري، هاي رجعوا فوتوهم كل الناس. والله صارت شوية اشكالات بين بعض، يعني في شباب صارت توسخ بالحكي وهن الرد عليها. الناس بس بدها مناسبة معينة، بدها شيء يستفزها، عرفت كيف؟ بس طول ما في مشاريع استغلال وخلص اسكت، بطعميك بس اسكت، بشربك بس اسكت، بعطيك فلوس بس اسكت، بعتقد الناس بدها تسكت لأنه عم بيعيشوا بوضع معيشي كتير صعب. Thank you.